السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب، ورجعنا لكم اليوم بلعبة جديدة أو مرحلة جديدة من The Division 2. واليوم عنا تحرير منطقة من السيطرة، وهالمنطقة هي في قاعدة كونستيتيوشن، والنقطة هي اسم العش، وهي نقطة سيطرة للمنبوذين. تمام، نحن بدأنا هي المرحلة إذا بتذكروا في الحلقة الماضية بدأنا بهي المنطقة، وهلأ حنكمل مع نقطة السيطرة هي، واللي هي على ما يبدو إنه من الصورة إنه هي منطقة موبوءة، فبدنا نكون شوي حذرين بهذا الموضوع. خلينا نشوف شو التحديات. بس هدول شكل المنبوذين مليان معبين المنطقة بصراحة، يعني شكلهم مسيطرين على الموضوع. تمام، نبلش فيهم من هون. حلو، تعال هون. طبعا هلا فتحنا على حالنا ابواب من الجانبين. تعال هون ابو انفجار. اوف 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 اوف، كان حرقني. طيب اول شي خلينا نستدعي دول العالم الحلفاء. ولا خليني افوت لعنده لانه مثل العاده اوف 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 اوف، مثل العاده الحلفاء ما بيجوا الا باخر لحظه. طيب عمل 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 عمل. انقذيني يا طيارة. وين هذا؟ اوه عم يجي من هون. اوف وصلوا. العمى ما عاد نعرف مين عم يجوا لنا العالم. ترى العمى. العمش 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 العمش، ما فينا يرجعوا يعيدوني. لازم يرجعوا يعيشوني. لا ولو كمان حرق للأسف. خلينا نرجع لهي المنطقة يا رب. ولا هي يلا خلينا نرجع لهون. نحن دخلنا لجوا لجوا، هذا اللي خلانا. هي القنبلة ضربنا اياها، القنبلة يعني خطيرة بصراحة. خرب بيته، حرقتني حرق. خلينا نرجع. تم القضاء على قائد العدو. انو قائد العدو؟ دافع عن نقطة السيطرة. لساتهم الشباب شغالين. طيب خلينا نروح ننقذهم، لكن نلحقهم قبل ما يرجعوا يحتلوا المنطقة. قلتكم فينا نلحق ولا ما فينا نلحق؟ والله منبوذين اوايا. ها تم التقاط بث العدو. يلا حرك حرك.
تعزيزات العناصر الصديقة قادمة. لوين قادم؟ أنا اللي قادم مو هني. مية وتسعة وأربعين. رصد نقطة سيطرة معادية. يلا روح وصلنا. طبعا جانا كمل تكبير شايف. حلو هذا مع مين هذا؟ تعال اقتله ما انكسر راسه. طبعا انتم اقوياء ما عرفتكم انتم اقوياء. وين هذا القائد؟ قائد البطيخ تخلص من قائد العدو. مرحبا اشعر بالامان بوجود احد العملاء. اهلا وسهلا. تعال هون سوف ادعمك. دعمني لشوف. اوف 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 هذا هو قائد اللعين. انتهى القائد. تم اسر العش. احسنتم والله احسنتم. يعني المرة اشتغلتوا بضمير. انا اللي قد قتلي وانتم اللي نجحتوا. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا يا عمي. المرة نعترف لكم اشتغلتوا مو كتير بس اشتغلتوا. هلا نشوف درع 4000 ممتاز. بس معنا يعني معنا اقوى. هذا شو عنده؟ 3500 ماشي لحاله. هذا الصندوق الاصفر المفروض يعطيني شغلة خيالية. كل مرة بيعطيني شغلة ازبل من الثانية. شو ها؟ بس هذا كان منيح. تم تم تم. حلو. حلو حلو حلو. تعال. سنستفيد من مساعدتك. خود كل شيء. خود يا ابو خود. عمل كثير. تا شو لسه في ممكن ناخده في المنطقه؟ بظن ما في شيء. لمينا كل شيء. لمينا كل شيء. هشوف هذا القائد اللي قتلناه ما معه شيء. في هون عالم عم يتقاتل مع بعضهم. ما لنا ما لنا علاقة. ارسلنا اشوف كأنه ظريف بس مو كثير. يا عمي ما لنا علاقة. شوفي هون تحت منطقة ظريفة هون تحت. يعني تركتوني تركتوهم الن وقعدت تقتلوني الي. وضيع والله ما حدا غيرك وضيع. هلا صار الي علاقة. عليك هون. تعال هون تعال. ما هو رشاش هذا ثقيل. في واحد وراي بس كيكو بعيد. هذاك اللي وراي هذا هذا هذا. تم رصد بث العدو. اوف 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 اوف.
ايه بدك تموت لغا نشوفك. تعال هون، دايما اخر صاصة لازم تكون بالراس. تعال نلف له لهذا. تعال 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 تعال. اوف لا 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 هالي خفيف طلع من الزلمه ما من الاسلحه الثقيله. مو حي الله. قتلو 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 يا حباب يا زيدي. يلا المهم خلصنا نحن المرحله وحررنا المنطقه، وصلنا ايتي مرتين يا عيب الشوم. اذا حابين تشوفونا مره ثانيه ونحن عم نموت، لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل موتاتنا اول باول. حتى نشوفكم مرة تانية، يومكم سعيد.